السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين هذا الفيديو الأعزاء. فنكمل معاكم اللي هو حل الأسئلة من 6 إلى 10. السؤال السادس يقول: Write a query in SQL to display the employee number, first name, last name, hire date, salary and department number for those employees whose first name containing the letter S, and make a result set in ascending order by employee number. من السؤال عرفنا انه طلب منا ان نطلع مجموعة من القيم، ولكن يشترط انه يكون اللي هو الفيرست نيم يتكون من حرف S، وما اشترط انه يكون في البداية او في النهاية وكذا يعني. ونستخدم اللي هو نفس الحالة الترتيب اللي هو ascending order للemployee number. خلونا نروح للSQL، نفتح كويري جديد، نكتب الحين select. اول شيء بنسوي select star from employee. الحين نكتب اللي هو الاشياء اللي احنا نحتاجها من ضمن ال requirement اللي هو ال employee ID، هنا ال first name، last name، بالإضافة إلى hire date، وهنا salary بالإضافة إلى department number from employee. الحين نستخدم اللي هو أداة الشرط where. إيش أداة الشرط اللي طلب منه؟ إنه يكون ال first name يتكون من حرف S. خلينا نشوف where first، first name نستخدم like، هنا نستخدم percentage، double percentage، نحط حرف S. ليش استخدم percentage قبل وبعد؟ قبل وبعد يطلع لنا حرف الاس من جميع احرف الاسم اللي هي الخاصه بالفيرست نيم. خلونا نشيك الحين ونشوف النتيجه. طلع لنا 2 عندهم او اسمهم يتكون بالفيرست نيم من حرف اللي هو S، صالح اول حرف S، اسماء ثاني حرف يتكون من حرف S. لكن في اداة شرط ثالثة او طريقة ترتيب اخرى مطلوب منه اللي هو order by اللي هو employee ID، والترتيب اللي هو الاسندنج اوردر. خلونا نشوف الحين نطلع نتيجة. هذا كذا بالترتيب اللي هو الاسندنج اوردر، طلعنا اللي هو يعني من ضمن السؤال طلعنا اللي هو الحرف S من جميع قيم من جميع احرف اللي هو الفيرست نيم، واستخدمنا الترتيب اللي هو الاسندنج للامبلوي اي دي او الامبلوي نمبر. الحين ننتقل الى السؤال السابع. Write a query in SQL to display the information of employees whose salary in the between 5,000 to 8,000 and commission is not null or department number is accepted in the number 40, 120 and 70 and they have been before June 5th, 1987. نروح للquery. الحين من السؤال select اللي هو all information، هي هذه عبارة عن select star عبارة عن all information from employee. بعد ما قالنا هوز في السؤال على طول نكتب اللي هو الوير. السالري in the between 5000 and 8000، وير معناته السالري between 8000 and او عفوا between 5000 and 8000 and commission is not null and commission
is not null. بالإضافة or department number is accepted. Accepted معناته نحن نستخدم قيمة in. وبشرح لكم وبشرح ال in إيش معناتها. Or department ID in نفتح القوس لاستخدام ال in. هنستخدم 40 70 لا 40 120 and 70 and they have been hired before June هنا and hired did before معناته يعتبر less than 19 87 وجون بمعنى شهر 6 والتاريخ 5 بكذي خلصنا جميع الريكويرمنت من السؤال. طبعا بيطلع لنا القيمة او بيطلع لنا الحقول ان ما بيكون عندنا اي حاجة لا طلع فيه. الحين من الكويري خلونا نشرح الموضوع تفصيليا جزئية جزئية. الحين بعد ما استخدمنا السلاري وبعد ما استخدمنا الوير السلاري بتوين بتوين يعني هي طلع يعني استخرج لنا القيم اللي هي ما بين 5000 و8000 يعني مع الانكلود يعني كان عندنا 5000 عندنا 8000 يظهر لنا 5000 يظهر لنا 8000 وما بينهم. بالإضافة إذا كان هذا بالإضافة إلى الكوميشن ما تكون يعني ما يكون حق الفارغ أو يعني هذه الجزئية يظهر هذه الجزئية أول شيء. وإذا ما كانت ممكن أداة شرط أخرى اللي هي الأور إذا ما كانت هذه استخدم لنا هذه إذا كانت اللي هي الدبت ايدي إن 40 120 70 and higher date اللي هو 1987 بالتاريخ الفلاني وبكذا تظهر لنا القيم. يعني يستخدم أحد القيمتين هذه أو هذه. بكذا انتهينا من حل السؤال السابع وننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الثامن يقول write a query in SQL to display the full name first and last name and salary for all employee who does not earn any commission. نروح لل SQL الحين هنا نحل ال requirement. طلب منا display full name اللي هو ال first name plus اللي هو ال last name as full name بالإضافة إلى اللي هو salary for all employee who does not earn any commission. بما ان في عندنا هوز معناته نستخدم اللي هي اداه الشرط where commission is مثلا less than zero. ما اتوقع بتطلع لنا اي قيمه لان الجميع كان يستلم commission او less than هنا less than or equal zero. هنا ممكن احنا نحل بطريقتين. ممكن ان نحل نفس الحالة يعني نكتب ان less than or equal zero او ممكن تكون هذه اللي هي مثلا is null. الاس null يعني حق الفارغ ما في اي قيمة او والاصح اللي هي تكون less than or equal zero. بنخلي الحين قيمة commission لأي employee تكون zero. نرجع الحين نشيك طلع لنا لأسمى الجهضمي السلري بالتفاصيل وما تستلم أي نوع أو أي مبلغ من الكوميشن. وبكذا انتهينا من حل السؤال الثامن وننتقل للسؤال اللي بعده.
السؤال التاسع يقول write a query in SQL to concatenate the first name and last name, the phone number and email separate by space and salary for those employee whose department number not in 30, 40 and 60, the column headings assigned with first name, last name is full name, phone number and email is contact details and remuneration respectively. خلنا نروح للكويري. علشان نبدأ من الصفر. الحين خلونا نتكلم أول شيء عن الكونكاتينيت. إيش المقصود بالكونكاتينيت؟ الكونكاتينيت هي عبارة عن إن ندمج البيانات اللي إحنا بنضيفها مع بعض. هذا الشيء ما بنفهمه إلا من نطبقه عملي. أول شيء طلب منا إن نسوي كونكاتينيت. خلونا نكتب كونكات، نفتح قوس، هنا نكتب اللي هو الفيرست نيم. هنا نسوي سبيس، هنا نكتب اللي هو اللاست نيم اس فول نيم بالإضافة إلى كونكات نيت. طلب منا نسجل اللي هو الفون، طبعا انا اسوي هذا الشيء لانه اساسا مكتوب باي سبيسنج اند اللي هو الايميل اس الفون نمبر والايميل. طلب منا انه يكون كديتيل، اتوقع هنا يكون contact details. نشوف اذا كان في بيانات اخرى طلبت منا. طلب منا بعد اللي هو كتابة السالري. بعد اتوقع ذكر whose department number not in 30, 40 and 60، معناته نستخدم الوير بما ان استخدمنا الذوس. Where اللي هو department ID أو department number، نكتب not in، نفتح القوس، كم الأرقام اللي ذكرت؟ 30 40 and 60، 30 40 and 60. وخلونا الحين نجرب ونشوف القيم والنتائج. هذه البيانات اللي ظهرت، فول نيم ظهرت البيانات بشكل كامل، والكونتاكت ديتيلز ظهرت هي هذه، الرقم والايميل يكون مع بعض، والسالري انذكر بهذا الشكل. وبكذا حلينا السؤال التاسع. السؤال العاشر write a query in SQL to display the first and last name and salary for those employee whose first name is ending with a letter M. نروح للكويري، نمسح البيانات هذه اللي اشتغلنا فيها. الحين طلب منا ان نعرض اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم والسالري لجميع البيانات. ايش نسوي؟ فيرست نيم لاست نيم سالري،
اللي هو التيبل الامبلوي وير. ليش كتبنا وير؟ لان هنا كتب ذوس امبلوي وير فيرست نيم از اندينج وذ ا ليتر ام، يعني اخر حرف من الاسم يكون ام. وير فيرست نيم، نكتب هنا لايك برسنتج، نحط وير لايك اول شيء برسنتج هذا، بنحط حرف الام. طبعا ما اتوقع انها بتطلع لنا قيمه لان اساسا ما عندنا اي اسم ينتهي بحرف الام. او لا، موجود عندنا مريم، مرام، مرام. فكذا ظهر لنا او كذا حلينا السؤال اللي هو رقم 10. استخدمنا اول شيء هذا، ويش هذا بالضبط البرسنتيج؟ البرسنتيج لما نستخدم اللايك اول شيء يبحث من ضمن الاحرف او من ضمن الارقام اللي تتواجد في النص، يعني مثلا في الفيرست نيم. اذا حطينا البرسنتيج اول شيء، معنى هذا الشيء انه يروح يعني جميع النصوص ويقرا اخر حرف من 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 جميع النص. واذا حطينا مثلا الحرف اول شيء ومن ثم البرسنتيج يقرا لي اول كلمه اول حرف من جميع الاسماء، وظهر لي ثلاث اشياء يبدا بحرف الام. ولما نحط مع بعض الدبل ام، بمعنى هذا الشيء انه يقرا لي يعني يقرا حرف الام من جميع يعني موضع الحرف يكون في اي مكان من النص، سواء كان اول واحد او ثاني واحد او اخر واحد وكذا. يعني هنا مثلا موجود الحرف الام في النص، مثلا هنا في النص كذا. يعني هذه الفكره في موضوع اللي هو، اما حل هذا الشيء هو يعتبر هذا كذا حل السؤال رقم 10.